بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور اليوم والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسوكم يا إن شاء الله تعالى. إمام كعو أخري سورة قرآن كمية من الدجيني آيات كمية الله سبحانه وتعالى وكل هاي إن الإنسان لربه لكنود. من آدم كو فامد نعموين كربه كفريه anuma qaar waxay ku fasiraan waxay dhahaan waa qofka tiriya masaa'ibta iyo dhibaatooyinka, laakiin ishilmaansiya ama hilmaansan ama inshirsan nicmooyinka rabbi. Sidaa daraaddeed baa nin salafna waxa laga wariyaa qiso dhahaysa, wuxuu ahaabaa la yidhi aqraca ra'si, nin timala timo ka carareen, abras albadan barasna waa qabay, acma alcaynayn waa indhala'aa وعندما الحين سبحان الله بفترة ما هو داعي سما مشروع القدمين واليدين اللي ويهك عنها أنا ما بعد أغاقى الشرل بقدر صلاة سؤال تحيب ليجري الحمد لله الذي عافاني مبتلى به كثيرا من خلقه وفضلني تفضيلا إلهي بكم هالسن يفضل يقف يعني يرسي لبعطين خد عين بدر خلق الحمد لله إيه أنا فضلي لا وفي سيا عند ملها كان ملها برس بقبا تركس بترك حلاوة وح أو بدر حنا دف دوريا خد عينها ما قالني والله امتحان. ومع ذلك أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولو أقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به كثيرا من خلق إذا وح بدن أو تري خلق بين هاي الرئيس ولي مركا وحالة نبع صبر كويري بما عافاك إلى حقوق عافيه ها يا ابوك عافي وضع وين دلع هاي برس ما قبت ها كم ما قبت شد ها شرنا ما سوقت هاي ما هاي رايك عافي مرك ما هو يري والهول وين حتى إلى يير اللسان الداخلة عرب الله خصوص سبحانه وتعالى وده الحمد لله الحمد لله وما أنت وضع ركان سيد هو جسنا إن بدنا قرآن بأخريان إن بدنا نويد كذين inbadan allah subhanahu wa ta'ala laakin dad badan oo nala mid ah oo nagu aqliya qaar ka muslimiin badan yihiin hadda banaan kaanu baxdoon khaad oo fadhiya adi ilaahay baa ku wafajiyay subhanahu wa ta'ala inshaalla aan soo bash xuf wada helin oo aan dhahna alxamdulillah oo aan dhahna alxamdulillah wada ku celisa alxamdulillah alxamdulillah ilaahay baa ku wafajiyay subhanahu wa ta'ala quraan baa akhristay saadka soo gashay salaad baa dhigtay waxaa laga yaabaa inaan meel dheer ka soo lugaysaxta نعمات الله بك سبحانه وتعالى قلب جاس إلى بزور قلب جاية وخذ رأي الشيخ إنك بخذ هاي وقلبا شاكرا إلى بزور قلب كحمد يا الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله هاي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا إن الإله عرب خصوص هاي ستد قلبي أتكون شكر سون نعمات الله السنة ووحى له الكريم وبدنا على البلاء صابرا وخذ هاي شرنا إلى بزور خصوص صبر يا رب تقبل عمل وديد بقول دعوة أنا سمعت ده صبر وديد وشيطان ما هو جامعي وبينهم بخاف وريه ما كان يقف خير هنا وينه كحمد وديد بقول دعانا وينه كشفري وديد نبحث عنه صلى الله عليه وسلم قف مؤمن كا حال في لما أنت سوى خير ها حدي خير حدو خير هنا وشكرني يعني هذا يقول دعانا وصبر يعني لا بد من أجر بالله لا بد من أجر بالله مركا طبعا أركي سائم بدن إم بدن أن يغين عمانك ألسي حظ ما دارين شلي دان بان قبر أركي وحيد أيز إلهي خوي مسين عليه إلهي خوي مسين سبحان الله وعن كده هاي حاد عي وعي تري بخص العين ما هيستر وعن كده دي العين تدور لنا وصيو قالوا يحضو عفمات على قاعدة عفمات كان الناس به عقاب وعي تري عفمات كي لا يسي وعن كده هدي بحاد إلهي مسين waxaan ku dhacay afmada indhiso hadii hal wal gaajir ka waran laayn u soo ay tirmay markaan dhowr shay sheegay carartayba waxa lugu gacan iyo qaan baa jaray aan u dhahay wal laayb ay soo baxsan maana way sadareen sanayni way ogtahay nicmooyinka Alla subhanahu wa ta'ala tii daraaddeed in badan oo naga mid ah ayuu aan dibaad haysanin cudur qabinin caafimaad haysta lacag haysta haddana waxaa laga yaabaa inuu dareen sanayn waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala إمسا إستالك الطلا إمسا عربت له مسيحية إمسا عن تدعون كثيرين إمسا عن أنبهي السنين
lacag iyo dhaqaale iyo deeda kula nabad iyo diin iyo waxa ilaahay ku siiyey wax la tiri karama. Allah mxuu leeyahay subxaana watacaala, wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha, haddaad damacdaan ee nicmada kala tirisaan ma soo koobi kartaan. Sidaa daraaddeed waa in qofku mar kastaale nicmooyinka ilaahay siiyey subxaana watacaala ku xamdiya. Waxay dhahaan culammadu nicmada alla ku siiyey waxaa lagu kibgareeya, waxaa lagu hayaa shukri nicma, alxamdulillah alxamdulillah alxamdulillah. Hadda khaasatan wallahi wax aad uga helaan wadamada muslimiinta uga gaar khaas dadka carabta, qofka isagoo xataa aan multasim ahayn oo diin badnayn maantana xamdigaa lagu hayaa, alxamdulillah 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 alxamdulillah. Marka carabka waa inaad bartaa, waad dikri allah ku celisid, khaasatan nicmada ilaahay ku siiyey inaad ku xamdisa xamdiga allah. Waa qof inuu amarka amaamata alla siri subxaana watacala wax alla qosna samaysid wuxuu kaa reebana ka hadi, waxay muujinaysaa inaad tahay qof nicmooyinka alla hogaansan amarka alla qaatay. Ha sidaa daraaddeed waxaa isku wararujeynaa waxay tahay in allah subxaana watacaala nicmooyinka uu siiyan u xamdino. Allah wuxuu leeyahay in shakartum la aziidanna, haddaad ku shukrisaan nicmooyinka alle ilaahay waa idin kordhinaya subxaana watacaala. Haddaad ku kufrisaan diidaan ilaahay waa mid ka deeqsoon adduunkan iyo waxa abuuray dhammaantood ilaahay uma baahna, annaga alla ubahan subxaana watacaala annaga ubahan. Sidaa daraaddeed marka in mar kasta qof uu dareensanaado uu ogyahay waxaan u haysa allah siiyey subxaana watacaala, waxaa dil uu alla kusii tirinaa saa hore usheed ma tiri kartid. Laakiin in qofku oon inta uu garanaya xataa inta markaa hortaa ka muuqata aad ku bararagto allah siiyey subxaana watacaala wabilahi tawfiq.